أهلا وسهلا بكم أصدقائي وتحياتي لكم، ونعود لكم مرة أخرى بفيديو جديد. لكن هذا الفيديو هو مختلف جذريا لأنه بإعلان حول المحاضرات والدورة الموسيقية اللي أقيمها أنا حاليا ومنذ فترة. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي. الدورات هي عبارة عن 8 محاضرات في الشهر، محاضرتين في الأسبوع. مدة المحاضرة هي ساعة كاملة، نأخذ بها عدد من المناهج. طبعا الدورة هي عبارة عن وجه مع وجه، يعني أنا وأنت مباشرة عن طريق الواتساب أو عن طريق الزوم أو عن طريق الإيمو أو عن طريق السكايب. هذه 3 تطبيقات هي ممتازة في النقل المباشر، فنجلس مباشرة أنا والتلميذ لكي نبدأ بدراسة العود وفق المنهاج المحدد، وفق مستوى. مثلا مستوى لنفرض أنه المستوى مبتدئ نتعامل معه وإلى منهج بسيط ومبسط ويكون بسرعة، والمنهاج الثاني اللي هو المتوسط اللي هو بادي بالعزف لكنه عند